منذ الخميس الماضي عاشت الخرطوم وعاش مواطنو الخرطوم 3 أيام من ما بدا بدعوة للخروج للاحتجاج على رفع أسعار رفع الدعم عن الوقود، ومن ثم لاعتراض الطرقات وأعمال نهب، وبعد ذلك أصبحت ما يشبه الفوضى وانعدام للأمن كما ذكر بعض شهود العيان في الخرطوم. من المسؤول عن هذا؟ نعم، هو من بدت هذه الممارسات ما أخطأ العين ولا العقل إنه دي ما عنده علاقة بلجان المقاومة، لأنه الشباب السوداني والثوار قدموا نموذج متفرد في قضية السلام، حتى عندما سقطوا يعني زملائهم وأخوانهم وأخواتهم ومروا بالتجارب القاسية لم يرفعوا يعني حجر ولم يمارسوا أي عنف، وذلك هو سبب نجاح الثورة السودانية. لكن معلوم تماما انه دي, دي دي ما ممكن تعزل عن القضيه السياسيه. الان النظام البايت اللي يقولوا هو موجود في كل المؤسسات، هو بيدعم، هو بيقوي، هو بيسوق. بعدين الانفلاتات زي دي هي ذاتها بتسوق لانفلاتات امنيه، ولذلك العمل ده يعني انا برضو يعني زدت شرفا من البيانات اللي اخرجوها ابنائي في لجان المقاومة، وضحوا موقف واضح جدا وتبرؤوا من هذا الموقف. أصلا الناس أصحابين العقول هم ميزوا المسألة من بداية الاحتجاجات حق مشروع، والتعبير السلمي حق مشروع، ولكن بالوسائل التي تجعله سلميا بحق وحقيقة يعني.